مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام. بطبيعة الحال الجميع يتكلم في السياسة، والسياسة مهمة، والجميع يتكلم في الاقتصاد وفي السكر وفي غيره، كله مهم. لكن الحقيقة المواضيع المدرسية ومواضيع قراية أولادنا غايبة تقريبا، واللي عنده فلوس مش باش يحير لا في اليوتيوب في الدروس الخصوصية الإضافية والدعم دروس الدعم، ولا مش يحير كذلك في أنه يدرس أبنائه في المدارس الخاصة، وممكن كذلك ينجم يخلق مدرسة في بيته أيضا ويقرر المواد على بكرة أبيها. مرحبا بالعهد السعيد، مرحبا ب14 جان في قريب يجي، وندخل التاريخ في عهد قيس سعيد، يعيدنا للتاريخ بل يدخلنا التاريخ من بابه الكبير، حيث شهرين انقطاع عن الدراسة حدث في مثل هذه السنة الآن، السنة هذه، وتأخير في رزنامة امتحان الثلاثي الأول لأول مرة في التاريخ بهذا الشكل. أرحب بتدخل الأستاذة المربية سيدة الفاضلة مدام بسمة بالحاج علي. مرحبا بك مدام بسمة. مساء الأنوار، مساء الخير، شكرا على الاستضافة سي مقداد، وبالتوفيق لوليداتنا اللي الأسبوع هذا يعديوا امتحانات الثلاثي الأول لأول مرة في التاريخ. نعم، شنو أحوال أولادنا وهم يدخلون هذه الامتحانات، خاصة وأنها محصورة على بعض المواد في بالي هكا، هذه اللي عارفه. نعم نعم المواد الأساسية فقط هي اللي باش يعديوها الأسبوع هذايا، وهذا هاجس كبير للأولياء، لأن كانت المواد الأخرى اللي هي الاجتماعية والمواد التربية الفنية كانت تساعد الطفل على أنه يحسن من معدله، وخاصة أنهم قضاوا العطلة، مش عطلة طبعا بما أنه الامتحان أجل، وهذه بصراحة أكيد باش تكون عواقبها صعبة على العائلة التونسية اللي اعتادت إنه الشاي تعطى بطريقة كبرى وعدد متميزة. لأنك ما تنساش اللي الضوارب بالنسبة للمواد كانت كلها بنفس الضارب، سواء كانت اجتماعية أو فنية أو رياضيات أو علوم، فهذه الفترة باش يعديو 5 مواد فقط أساسية، وهذه تعيش فيها كل المنازل وكل العائلات التونسية، وباش تكون صعيبة شوية الفترة هذه على الأولياء وعلى الأطفال وعلى النتائج نجم نتاعها. نجم نجم أستاذة بسمة، ممكن نذكر بالأسباب اللي خلتنا ندخل التاريخ لأول مرة بهذا التأخر في مستوى الامتحانات الثلاثي الأول؟ نعم، للأسف هذا العام النواب والمتعاقدين وخريجي علوم التربية لما بدأوا السنة الدراسية لم يقع انتدابهم بطريقة واضحة وسليمة كما كان معتاد، فأضرب آلاف من المربين، وما بدأت السنة الدراسية بالنسبة على الأقل مليون أو أكثر من مليون تلميذ، السنة الدراسية ما بدأت لهم كان في شهر نوفمبر، مما جعل أنه التأخير هذا بشهرين جعل أنه الامتحانات لم تكن ممكن أنها تكون في شهر ديسمبر كما هو معتاد، من أجل الغياب والإضراب المعلمين هذوما عن التدريس، فأجلت الامتحانات بطريقة ما كانتش مبرمجة وكانت مقلقة، لأنه المعلمين الآخرين اللي قراوا كانت الثلاثية عادية بالنسبة لهم. لكن هذا ما منعش اللي يوقع تأخير حتى يقع حسب رأيهم هما تكافؤ الفرص، وتكافؤ الفرص هذا يجعل من طفلنا التونسي يقضي عطلة أسبوعين ليست بعطلة، للأسف عادوا تعبين، عادوا منهكين، عادوا قلقين. والامتحان هذا وانا نعس على اطفالي كانوا بصراحه ما همش في طبيعتهم العاديه، اللي كان لانهم فقدوا كلونشينمون تاع الدروس، نعم، رغم انه قاع تكرار واعاده ودعم وعلاج للدروس التي درست، نعم، ولكن ماذا سنفعل ما دام ارتأوا الى هذه الوضعيه، الا ان نكمل هذه الثلاثيه، وان شاء الله يا ربي ما تعملش مخلفات اخرى، لاني هكذا بالطريقه هذه مش تقصار الثلاثية الثانية، ولكن ما باليد حيلة، نعم، لأنه التسويف والتشغيل الهش والتعاقد الغير مبرمج وتشغيل المعلمين اللي يخلصوا بعد عام، وبصراحة المتعاقدين اللي يقعد على أساس أنه سنة باش يترسم يلقى روحه ما يترسمش، اللي إذا تغيير الوزراء بدون مواصلة العهود والمواثيق اللي بداوهم، هذا اللي خلى التراكمات هذه الكل خلات المربين ما يعودوش إلى صفوف التدريس بطريقة سلسة وبطريقة
ولحد اليوم المعلمين مازال ما تقضاوش متخلدات السنة الفارطة للأسف. الى حد عاوديها 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 نحب نقولها باللغات الكل هذه، بكل إلى لغات حد العالم، اليوم بكل أي لغات إلى حد العالم، اليوم بكل لغات العالم يا لالا، نحب نوصل هذه الجملة المفخرة لتونس. تفضلي قولي شو اللي صار بالضبط. للأسف المربي توا، المربي المتعاقد والمربي الخريجي التربية والتعليم اللي مازال يتسمى متربص أو متعاقد، مازال لم يتقاضى من شهر أفريل، من عم ناول شهر أفريل، أفريل وماي وجوان وجويليا وأوت وسبتمبر، مازال ما تقاضاهمش، ودخلت عليه السنة الجديدة والتول شهر جانفي مازال لم يتقاضى، وعلما أنه كاري، علما أنه يتنقل، علمه أنه يزين القسم، علما أنه يحضر دروس، علما أنه يزمه يمشي شبعان يا الله وفي كرشه، يا الله هذا الكل مازال يا ينتظر، الله ولكن يشتغل هالمعلم هذايا يا الله مطالب انه يحضر خدمه ويحضر امتحان ويصلح ويعمل كل شيء ويقعد بالعام وحتى تجيه المنحه، وهذا الوضع اللي احنا نعاني فيه، قولا منهم انه الميزانيه فارغه وانه الصندوق فارغ وانكم تستنتظروا. يا مدام بسمة، يا مدام بسمة، يا لوعتنا ويا قهرتنا. نعم يعني أنا نحب نسأل، ثم اتحاد شغل يحب يعمل حوار وطني ويحب يشكل الحكومات وقطاع التعليم اللي هو دعامة أساسية في النقابات، قطاع خربان، القطاع الذي يبني الأجيال، نعم مش اللي يصنع نعم في الطماطم يبني في الأجيال، لا مش يبني في اللي الأجيال الفلفل النجم نستغناو عليه نعوضوه، اما الذي طبعا الثقب اللي موجود في عقول ابنائنا، الحفره اللي موجوده واللي التدارك متاعها سيكون صعب جدا. صعب لماذا طبعا لا نرى هذا الوطن المغدور والمدغور هذايا؟ لماذا لا نرى وثبه وهبه في رجال التعليم يدافعوا على مؤسستهم ويدافعوا على حقهم المادي، اما يدافعوا مش بالكوربوراتيزم، يدافعوا بقضيه عادله اسمها التربيه تسقط، التعليم يسقط، الفكره تسقط، المدرسه تسقط، مش الجدران، المدرسه تسقط، التربيه تسقط. لماذا لا نرى بكل صراحه، نحب نسمع منك كلام صريح، علاش رغم حجم هذه الكارثه بحجم العلو الشاهق، ثم كارثة في البلاد قاعدة تصير، لماذا لا نرى الهبة؟ لماذا؟ علاش ما نشوفوش هبة؟ قامت الهبة سي مقداد، وهذا ما جعل السنة الدراسية هذه سنة غير عادية، شهرين عمرها ما صارت رونتري سكولير في نوفمبر، لكن التسويف وسوف وسيقع ورد في الرائد الرسمي وسوف، هذا ما جعل توا الزملاء ينتظرون، لكن الهبة ستصير، لأنهم اليوم ما عادوش مقتنعين باللي انه باش يصير، بما انهم لليوم مازال ما جاتهم حتى منحه ومازال ما وقعش ترسيمهم ومازال ما خرجش في الرائد الرسمي، فما هاو انتظار صغير، قالوا لهم هاو باش تخرج لائحه ينتظروا فيها، اذا كان ما خرجتش اللائحه طبعا ما همش باش يقعدوا مكتفين ايديهم، فكيف بي معلم جائع وجوعان باش ينجم يمرر معلومه لتلميذ متعطش للمعرفه؟ أمان المعرفة راهي معرفة، راهي تحضير، راهي وسائل، راهي أورديناتور، راهي ورقة، راهي طبعان، راهي كتيبة، راهو كتاب، راهو كراسة، راهو تصويرة بالألوان، لأننا نتعامل مع طفل القرن 21، فما ينجمش المعلم الآن يذهب إلى القسم فارغ الوفاض، أقل شيء يلزمه عنده بيسي وعنده شارجور وعنده وسيلة وعنده داتاشو وعنده وسيلة باش يكون القسم جاذب للطفل. لأنه طفل اليوم ما عادش يقبل أنك يكتب على سبورة بالطباشير الأبيض، في بالك اللي الطباشير الملون نشريوه والأفاتر نشريوه، يا أستاذة أوراق بسمة، الطباعة يشريها المعلم. أستاذة بسمة كلامك عزيز بعد إذنك، بعد إذنك بكل حرقة، ويعلم الله ما ينتابني. يعني لو جيت نحكي على قطاع آخر نقول كل القطاعات قابلة للإصلاح، ونجيبوا الخبرة ونجيبوا الماكينات ونطور ونأهله ونعملوا تدريب ونعملوا حاجات خصوصية وغيره نعملوا، أما نحكي على أطفال، تربية أطفال تحت العقول. القصف، نعم تحت ثقب كبير برشا، أقوى من ثقب الأوزون في عقولهم، ويهزهم نعم للانحراف مع الخروج من المدارس، أكيد مع وضع أكيد اجتماعي متردي،
ويتردى نعم. أكثر فأكثر. أنا أحب نسألك بعد إذنك، سامحيني، أحب نسألك، يعني أنت قلتي أن الوعي هذا موجود، هل مطلوب منا نجيب معلمين من الخارج لإصلاح قطاعهم؟ هل مطلوب منا ندخل قضاة للتعليم يصلحوا لنا التعليم؟ هل مطلوب منا نجيب ناس من الشارع وهما يدخلوا المدرسة ويصلحوا المناهج ويصلحوا الرزنامة ويصلحوا كل شيء؟ قل لي أليسوا يعني أهل البيت هم أولى هم وأجدر أولى بها؟ بشعابها طبعا، ووقفوا مدارس الترشيح، وفرحنا اللي تو عندها 3 سنوات وهذا الرابع عام، اللي مع جامعة تربية وتعليم بدأت في العمل وتخريج خيرة شبابنا. لكن خيرة شبابنا يخرجوا متعطشين وفرحانين بوضع ساقهم تطأ المدرسة التونسية، لكن يلقاوها التسويف ويلقاوها التأجيل في الخلاص، ويلقاوا الوضعية الهشة اللي لليوم ما زالوا ما بين تعاقد وما بين متربص وما بين كذا، يعني على أساس إنهم كانوا سينتدبون منذ السنة الأولى، وهذايا ما وقعش، وقاعدين ما زلنا نفركسوا في حلول، ما زلنا ما غصناش في الصميم. بصدق عندنا الكفاءات وعندنا المدارس اللي تخرج فيه شباب نير، ولكن الشباب النير باش يبقى لك ويخدم لك في هالظروف هذه، هذا امر بصراحه مريب، وابدا كان باش يرضوا به، كان بقى لك عام ما يبقى لكش الثاني، وكان بقى لك الثاني ما يبقاش الثالث. وهذاك علاش تونس قاعده تحرق اولادها، وقاعدين يحرقوا بشهايدهم، ما عادش المعطلين على العمل فقط اللي ما قراوش، حتى اللي بالشهايد الان اصبح يحرق، أصبح في قوارب الخطر وقوارب الموت، وقاعدين نلاحظ كل يوم وكل لحظة وكل حين ونسمع بهم. أمان هذا علاش هذا الكل؟ لأنهم ما عاش عندهم حتى أمل، والأمل نتاعهم كانت الشهادة وكان النجاح وكان نعم، التألق والتفوق والدكتوراه و و و ولكن ما بعد. شكرا. أمان أنا متأكدة اللي هما ينجموا يصلحوا التعليم، نعم، ولكن لابد إنه الدولة تحترم نفسها وتكون زاده هي قادرة على إنها تعطيه على الأقل أبسط شيء، كرامته في العيش، وكرامته إنه يدخل القسم فرحان وشبعان وعنده مصروفه في جيبه، باش يا رب ينجم يشري لمجة، يا رب، ينجم يشري لمجة لطفل جيعان زادة، شكرا. راهو عندنا أطفال جيعانة. نعم، شكرا لك مدام بسمة، بارك الله فيك، أنت مربية، ونفرح برشا باش نتطرقوا للمسائل التربوية والمدرسية لقراية لأولادنا، رغم أن السياق سياق سياسي كارثي بامتياز. أشكرك، وإن شاء الله في قادم الحلقات نسلط الأضواء أكثر على القضايا التربوية. المدرسة التونسية التي كانت مفخرة، اليوم قاعدين نشوفه من العلو الشاهق، بحجم العلو الشهق من الأكاذيب والأراجيف والسخافات والبلطف والخطابات الشعبوية وتقعير اللغة إلى السقوط الحر. شفنا في هذه الحلقة مع محسن الجندوبي جمعية مرحمة 2000 يتيم كانوا ياخذوا في 100 دينار، قطع حبل الخير لأنهم خايفين على 2000 يتيم أن يصبحوا إرهابيين. شفنا في قرية النويل التي لا يعرفها حكام تونس، شفنا مفخرة وشفنا مركب، شفنا حاجة تشرف ومعمول عليها اسم ملك أو أمير خليجي، قطع حبل الخير خايفين من المدرسة وخايفين من المستوصف. شفنا العلو الشاهق أين يؤدي، شفنا المدرسة ودخولنا التاريخ شهرين كاملين تأخر في الامتحانات، وأولادنا قاعدين نتعبوا فيهم. إذا أنت يا مواطن تونسي و14 جانفي على الأبواب تحلم بأنه هذا الفرزز، هذا السراب سيأخذك إلى جزيرة الأحلام، فأنت واهم وأنت مجنون. وإذا تتصور بأن الحلم امتهن أن نعود إلى 24 جانفي وبقرة البرلمان وبعض الثيران، فأنت غبي. أما إذا كان أنت كذلك، ما ماكش تبحث على طريق ينبغي أن يفرض، لا هو هذا ولا ذاك طريق جديد، وما تتصورش أنه هذا ممكن، فأنت أعمى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور.
أحييكم في ختام هذه الحلقة، وشكرا لزملائي على تنفيذ هذه الحلقة. ظروف صعبة تمر بها القناة، ومع ذلك نحاول أن نشتغل، عذرا على سوء التفاعل ربما مع رسائلكم التي تأتي على الواتساب على الرقم الموجود على الشاشة. أنا مقداد المجيد، أحييكم وألقاكم إن شاء الله غدا السابعة بتوقيت تونس. إلى اللقاء.